مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من حلول وديكور. كيف ما فهمتيو الحلقه ديال اليوم غتكون على جوله ديال الكوزينه اللي سجلت فيها الحلقات ديال الكوزينه. هكا نقتسم معكم لي زاكسيسوار كذلك كيفاش كنصوبوا الكوزينه ديالنا. هكا تشوفوها اون ديريكت كيفاش كنصوبوا الكوزينه ديالنا. غادي تقولوا نوال كيفاش اليوم الديكور ماشي هو الديكور ديال الحلقه، لان وعدتكم وولفتيو تتشوفوا الديكور ديال المقدمه هو الديكور ديال الحلقه، لكن المقدمه ديال اليوم غادي تكون شويه مختلفه وغادي تكون ان بو سبيسيال. علاش؟ لانني بغيت نقتسم معكم بعض النقاط، والنقطة الأولى وهي الشكر الجزيل والشكر الخاص للناس اللي كيتبعوني وكذلك لي ميساج ديالكم ولي كومونتير ديالكم. شكرا جزيلا جزيلا، راه بلي كومونتير ديالكم والكلمات الطيبة اللي كتخليو ليا في لي ميساج هما اللي شجعوني باش نكمل هاد القناة. نعم، كانت تجربة زوينة هاد العام في 2021، ما كانش عندي في البال ندير هاد القناة ولا هاد الحلقات، لكن كيف كان الاقبال عليهم بزاف وكل شيء بقى كيشجعني وشفت بان كاين اقبال، فقررت ان شاء الله العام الجاي نكمل. داكشي علاش بغيت نقول لكم بان هاد الحلقه هذه هي اخر حلقه في هذا الموسم 2021. نعم، ماشي اخر حلقه في هذه القناه ولكن اخر حلقه في هذا العام، باش ان شاء الله نرتاح انا شويه. غادي نتوقف واحد الاسبوع ولا اسبوعين باش نوجد ان شاء الله الحلقات جداد بحله جديده ان شاء الله. دونك الحلقات ان شاء الله اللي غادي يكونوا غادي نكمل ان شاء الله الحلقات ديال قلب الدار، وكذلك غادي ندخل شويه الحلقات على المهنيين، يعني غادي ندوي على لي ماغازان، على لي لوكو كوميرسيو، على لي بيرو، كذلك لي سناك، لي كافي، لي ريستوران. دونك الناس اللي كيهمهم هذا الامر غيكونوا حلقات على هذا الموضوع، والناس اللي ما كيهمهمش الامر فغادي نكملوا الحلقات ديالنا على الدار. باقي كاينين مواضيع بزاف في هذا الميدان ديال الديكور. كيف ما قلت لكم رانا كنحاول نقتسم معكم غير التجربه ديالي المتواضعه، فإلا غلطت ولا شي حاجه فسمحوا لي بزاف، لان انا ماشي في هذا الميدان ديال الاعلام ولا ديال التلفازه، راه هذه اول تجربه ديالي، فكنحاول زعما على قدر المستطاع نحاول ندوي باللغه اللي كلشي يفهمها، شويه بالعربيه وشويه بالفرنسيه. بعض المرات ما كنلقاش الكلمات، دونك غير سمحوا لي وما تديوش عليا، انا راه ماشي اعلاميه كيف ما قلت لكم، انا راه اركيتكت انتيغيور، يعني مصممه داخليه. كنبغي غير نقتسم معكم كاع هذيك داكشي اللي خدمته لك اللي اقتسمته مع لي كليون ديالي ولا مع الناس اللي كنخدم معاهم. دونك شكرا الناس اللي داروا فيا الثقه من يوتيوب، كذلك للناس الكليان جداد شكرا جزيلا، هذا شرف كبير ليا على الكلمات اللي كتخليو ليا وكذلك الثقه اللي درتيو فيا. دونك الحلقات ديال العام الجاي ان شاء الله غادي يكونوا حله جديده، كيف قلت لكم غادي ندويو شويه على لي بروفيسيونيل، كذلك غادي ندير بعض الحلقات المباشر. دونك الناس اللي بغاوني ندير المباشر فيخليو ليا في لي كومونتير هكا نشوف الا كان اقبال، فغنبداو نديرو ان شاء الله جوج حلقات في الشهر غادي ندير المباشر هكا نجاوبكم مباشرة على الأسئلة ديالكم ولا على المواضيع ديالكم، لأن كيف كتعرفوا الأسئلة بالميساج صعيب بزاف. دونك هكا في اللايف فنحاولوا كل شيء غادي يستافد من الأجوبة، وهكا نقتسموا بيناتنا الأسئلة والأجوبة. كذلك غادي نزيد شوية من لي زاتولي، يعني هذوك الأشياء اللي كنصوبها كبدية، فإلا كانت هو المواضيع كتعجبكم هذه الحلقات فخليوها ليا في لي كومونتير باش نديرها، وإلا ما كانش كيهمكم الأمر فما عندي لاش، فغنبدا ندير هي واحد الحلقه في كل شهر هكا ديال اناتولي باش نصوبوا شي حاجه حنا بيدينا. دونك كذلك شكر خاص للطلبه ديالي ديال هذا العام. نعم، شكر خاص داز الحمد لله في واحد الاجواء زوينه بزاف عائليه، فكيف ما قلت لكم راه ما كاينش السن ولا فرق السن اللي كيحكم علينا باش نديروا هاد لي فورماسيون ولا نتعلموا، خصوصا الا كان هاد المهنه هادي كتعجبنا، فراه ماشي مشكل الا كانت عندنا الخدمه ديالنا، فممكن نديروا هاد التكوين هذا، لانه اولا كنزيدوا في راسنا واحد الحاجه كنتعلموها، وثانيا كنبدلوا وكنديروا داك التغيير ديال هذيك الحاجه اللي كنبقاو نديروها كل نهار هي الخدمه والدار الوليدات. فتحفزوا ان شاء الله في هذا العام 2022 هكا يكون عندكم مجال جديد تعلموا، يا في هذا الدومين ديال الديكوراسيون، يا تعلموا ان شاء الله اللغات، اي حاجه، ما نبقاوش غير مركزين على الخدمه ديالنا وعلى الدار الوليدات، فنحاولوا اللي تعلمناها راه مزيان. حنا العيالات كيف ما كتعرفوا الحمد لله راه كنقدروا نفرقوا بين كل حاجه ونقدروا نجمعوا بين بزاف الحوايج. دونك تنشجعكم اللي باغي وعنده شي موهبه فينوض يحاول عفاك يديرها، ما تبقاوش دائما غير في الخدمه ديالكم وفي الدار ديالكم، راه اي حاجه تعلمناها فمزيان كنزيدوها. كيف ما كتعرفوا انا راه هادشي ديال اليوتيوب والحلقات راه ماشي من الاختصاص ديالي، انا مهندسه داخليه، ولكن كيف ما شفتيو راه حاولت نقسم الوقت ديالي ليكم، نقسم شويه ليكم وكذلك الخدمه ديالي. داكشي علاش كنقول لكم راه ماشي ساهل هاد الحلقات باش نوجدهم،
بعض المرات الناس كيعاتبوني وكيقول لي بغينا والتصاور خاص بزاف، فهذا خدمه بزاف. وشكر خاص للسي ايوب اللي كيعاوني في هذا المونتاج، حتى هو راه خدمه كبيره مور هذه الحلقات، راه نتوما كتشوفوا غير الخلاصه ديال الحلقه. دونك شكرا جزيلا على التتبع ديالكم وعلى التحفيز ديالكم والتشجيع ديالكم. دونك سنه سعيده، باش ما تمنيتي ان شاء الله هاد 2022 تدخل عليكم بصحه وسلامه. خليكم باش تشوفوا هاد الحلقه ديال جوله الكوزينه، ما نطولش عليكم اكثر من هكا. كنبغي نعاود نشكركم شكر خاص، كومونتي ولايكي وبارطاجي باش كلشي يستافد من القناه وكذلك من الحلقات ديالي. وشكرا مره اخرى على كل كومونتير وعلى كل ميساجات اللي كتخليو الثقه. شكرا والى اللقاء في الحلقه الجايه والى العام الجاي ان شاء الله في حله جديده ديال القناه حلول وديكور. معكم نوال بنجلول، مصممه داخليه كوتش وكذلك فورماتريس في هذا الميدان. شكرا والى اللقاء. شوفوا هذا هو المنظر ديال الكوزينه، هذه كوزينه كبيره على شكل او مع واحد الحيط رابع اللي كيف قلت لكم او ولكن مع حيط اللي قبلته، يعني اربعه الحيوطه مخدومين فيهم الكوزينه ديالنا. غادي نبداو الجوله ديالنا كيف ما كتشوفوا هنا، مخدومه كلها بنوع ديال الخشب والكوارتز بالكري. دونك غنبداو اول حاجه كيف ما كتشوفوا هادو هما لي بواني انتيغري اللي دويت عليهم، هذوك البوانيات اللي كيكونوا ما باينينش يعني داخلين في الباب ديال الخشب ديالنا. دونك كيف ما شفتي هنا مخدوم بالستراتي، يعني ستراتي ديكور افي خشب هكا في هاد اللون سيريزي. درنا كاع لي بواني انتيغري وكل شيء في لون واحد، يعني كيف البلاكارات ديال الفوق كيف البلاكارات ديال تحت. هنا غنبداو نشوفوا اول بلاكار عادي كيف ما كتشوفوا مقسم بطاجيرات، وهنا داك السيستم ديال الفران، يعني من كتشد الباب كتقال شويه باش كتشد هكا ما كتزدحش ما كديرش صداع وما كتخسرش مع الوقت. دونك هنا البلاكارات كيف ما غنشوفوا هذا السيستم الاول، لاكسيسوار الاول اللي غنشوفوه هو ديال السواني. دونك هذا السيستم هذا ولا لاكسيسوار السواني كنحطوا فيه السواني هكا ما كيبقاوش يطيحوا، وكنجبدوه معنا ساهل الاستعمال، والباب كتكون عاديه كيف ما كتشوفوا بحال هكا. هذا السيستم الثاني ديال البوطه، حتى هي واحد طاجيره فيها واحد السكه كتجبد هكا ما كنتعذبوش ملي كنبغيو نجبدوا البوطه ديالنا. هادو اليمون ديال التيغوار ولا فين كنديروا المواعن ديالنا. دونك هكا هاد اليمون مقسوم على اربعه ديال التيغوارات ولا ديال المجوره، دونك يكونوا صغار ديال 20 مثلا كيكونوا مقسمين على اربعه. هنا واحد الاكسسوار حتى هو زوين ديال الخضره، مهم جدا هكا ما تبقاش باين لنا الخضره ديالنا، يمكننا نديروا فيهم قراعي يمكننا نستعملوهم كيف ما بغينا، وكذلك كتكون التهويه اللور. دونك هاد السيستم هذا كيف قلت لكم مهم جدا كيكون لاصق في الباب. هادي هو الفلتر ديال الماء، دونك تحت ليفي دائما كنديروا هذاك الفلتر ديال الماء اللي بغاه، كذلك لا بوبيل ولا حاشاكم الزبل. دونك هذا كيكون حتى هو كيتجر، كيكون اما ديال جوج اما ديال واحد على حساب الاختيار ديال كل واحد. هذا هو الغساله ديالنا مضوبله هكا على جوج، وهذا هو روبيني صغور ديال هذاك الفلتر ديال الماء. دونك كنزيدوه كنثقبوه في الغساله ديالنا هكا كيكون عندنا روبيني ديالنا وروبيني ديال الشرب ديال الماء الصالح للشرب اللي كيكون مصفي. هادو بلاكارات هكا قسمناهم على جوج باش ما يجيوناش كاع البلاكارات غاديين في نفس العبار ديال مثلا 60 على العلو ديالنا. دونك هكا كنقسموه على جوج كيكونوا كيتحلوا هكا من الفوق كيف ما كتشوفوا. لي شارنيير والبيزاكرات مهمين جدا، الكاليتي راه كتغير لنا الثمن ديال الكوزينه، داكشي علاش دائما ملي نطلبوا الدوفي ديالكم دائما شوفوا باش غيخدم لكم المعلم الكاليتي ديال الخشب وكذلك لي زاكسيسوار. دونك هذا غنبغيت نوريكم هذا السيستم حتى هو زوين ديال القنت. هذا ما درناش اكسسوار القنت ولكن درناه هكا الباب كتكون فيها جبيبان كيتحلوا بحال هكا هكا باش كنقدروا نحطوا داكشي الكبير في القنت ديالنا، وهكا كيكون الاستعمال ديالو مزيان. دونك هذا القنت هذا حتى هو خدمناه هكا على 45 درجه باش ما نضيعوش القنت ديالنا، وهكا يكون اون فاس نحلوا الباب ديالنا. هادو بيبان عاديين كيتحلوا كيف ما كتشوفوا، هادو حتى هما قسمناهم على جوج كيتحلوا الفوق هكا باش نغيروا شويه الديكور ما يجيوش البلاكارات كلهم عاديين. هنا ما درناش كاع حنا بيبان الدجاج، ممكن نديرهم. هادو هما لي زاكسيسوار اللي قلت لكم، دونك يمكننا نديروا هكا علاقه ونعلقوا فيها لي زاكسيسوار ديالنا في الكوزينه مهمين. هذه هي البوطه، دونك كبيره على قد لا اوت ولا شفاط الهواء كيف ما كتشوفوا. هذه لا اوت غير بالفلتر، يعني كنبدلوا لها غير الفلتر الهواء ديالها ما كيخرجش للخارج. هذا هو ليليمون اللي كنسميو حنا لي كاسرولي كنسمعوا بهم. دونك المجر الاول كيكون المواد ديال السكاكين وفرشيطات والمعالق كيكون حدا البوطه هكا باش كنستعملوهم يكونوا قرابين لينا، ومن التحت كيكونوا لي كاسرولي. دونك هاد المجوره كيكونوا بين 25 28 كنديروا فيهم هكا الطناجر ديالنا ولا الكاسرونات وكذلك المقالي هكا كيكونوا حدانا في البوطه. الكوزينه كتبقى هذه حاجه شخصيه
كل واحد كيفاش كيبغي يقسمها وكيفاش كيبغي يصوبها. داكشي علاش خاص ولا بد كل واحد يشوف شنو بغا. هادو هما لي بواني كيف كتشوفو هكا انتغري. دونك هنا كتخشى اليد ديالنا باش كنحلو. دونك كيف ما قلت لكم الكوزينه كتبقى شخصيه، كل واحد خاصو هو يعرف كيفاش كيبغى الاستعمال ديالو باش هكا تكون مصوبه. دونك هنا كيف ما شفتي واحد السلك هنا بقى تحت البلاكار، هذاك باش كندوزو اليد ديالنا. هنا باقي ما ركبنا اليد ديالنا فهاد لافاس هادي جاو فيها الشراجم بزاف، اذا ما قدرناش نديرو البلاكار. هنا كيف ما كتشوفوا البلاكار خلينا المسافه، دونك هذاك النص ديال الشارجم فيكس ما كيتحلش. هادو هما غيدويات جوغ انوي اللي دوينا عليهم. دونك هادو لي ستور جوغ انوي كنستعملوهم هكا في الكوزينات كيجيو مزيانين. دونك هنا كيف ما شفتي دوزنا هاد البرينتا لان الحيط ما جلجناش، خلينا هكا بيض. ونفس الكوارت اللي استعملنا في الطبله اوف برينتا استعملنا هنا لتحت كذلك في البرينتا ديال الارضيه باش يجي نفس المنظر ديال الفوق مع المنظر ديال تحت ديالنا. هادو بلاكارات عاديين كيف ما كتشوفوا، وهذه هي البرينتا التحتانيه. دونك غادي ندوزو هنا غادي نطلعوا كيف ما كتشوفوا البرينتا الفوقانيه هي هذه، درناها لان ما عندناش جليج كيف ما قلت لكم في داك الحلقه، ملي كيكون جليج من الاحسن لا، ولكن هنا ما عندناش جليج فكان خصنا ولا بد نديروها. دونك هذا هو الحرف ديال الطبله ديالنا ديال كوارتز. لي بلونط مهمين جدا. دونك هادو كذلك عاوتاني مجوره. دونك في هاد الجهه زدنا مجر صغير ديال 18 ومن بعد درنا عاوتاني لي كاسخولي هكا باش نجمعوا فيهم الادوات ديالنا ديال البلاستيك ولا اللي بغينا. هادو بلاكارات عاديين. دونك كيف ما كتشوفوا راه كنحل بجهد وكنشد هكا مجهد باش تشوفوا بان هذاك الفران داك السيستم ديال الفران كيدير لينا باش ما نقصوش. دونك هذا هو السيستم ديال القنت. هنا استعملنا لاكسيسوار ديال القنت. دونك هذا كيتحل بحال هكا مقسوم على جوج هكا باش كيجينا ساهل نستعملوا هذاك القنص ديالنا وما تضيع حتى شي حاجه تبقى لداخل. هذا السيستم هذا كاين بزاف لي ميكانيزم، كاين اللي كتكون شبكه، كاين اللي كتكون مقسومه على جوج، ولا كتكون بحال هكا بحال دي زيطاجير كيتجبدوا. دونك كيف ما كتشوفوا هنا لي بلونط مهمين جدا في الكوزينه، دائما نحطوا دي ديكور ولا هكا دي بلونط باش كيعطيونا جماليه للكوزينه. هذا البلاكار هذا خليناه هكا طويل كيف ما كتشوفوا، قسمنا الباب ديالو على جوج ولكن خليناه طويل من الداخل. علاش؟ يعني بعض المرات بحال هكا كيف ما كتشوفوا كيكون سلوم، كتكون الطبله حداده. دونك هكا كنقدروا نستعملوا كنحيدوا غير هذوك لي زيطاجير ديالنا وكنستعملوا العلو ديالنا. هذا واحد السيستيم زوين لا كولون فاش كنديروا التقديات ديالنا ولا التموين ديالنا. دونك هكا كيكون طويل، اما كيكون لاصق في الباب ديالنا كيخرج مع الباب ديالنا، ولا كنحلوا الباب عاد كنلقاو هذوك السيستيم، اما كيكونوا شباكي بحال هكا ولا كيكون شبكه وحده طويله مقسمه كنديروا فيها هاد الادوات ديالنا. هكا كيكون ساهله وما كيبقاش داكشي معذب وداكو عندنا لداخل. دونك لي زاكسيسوار مهمين جدا في الكوزينه. هاد البلاصه هادي درنا فيها بلاكار لتحت باش طلعنا شويه العلو ديال الفران كيف ما كتشوفوا. كيف قلت لكم في هذيك الحلقه الفران دائما يكون شويه على العلو هكا يكون الاستعمال ديالو ساهل، وكذلك الميكرو فوق منه، فوق منه عاوتاني تنديروا البلاكار ديالنا. هادي الثلاجه ديال 90 ماشي انكاستري كتبقى باينه. دونك باش ما ضيعناش المساحه اللي فوق منها ولا المكان اللي فوق منها، فدرنا هاد البلاكارات اللي كيتحلوا هكا من الفوق باش كيجيونا ساهلين الحلال. مع كيف ما كتشوفوا هادو هما البيزاكرات ولا لي شارنيير خصهم يكونوا مزيانين باش هكا يدوموا لينا مزيان. دونك حطينا الثلاجه، حطينا الكونجيلاتور حداهم هكا كيف ما كتشوفوا. هادو هاد البلاصه هاد الحيط كامل جمعنا فيه كاع هاد المواد ولا هاد الادوات اللي كيكونوا طوال هكا باش جانا بحال حيط كبير ديكوراتيف. ما درناش كاع الطبله ديال الخدمه ديالنا، جمعنا كاع فيهم هادوك لي زيليمون اللي كيكونوا هكا طوال باش جا هكا في المنظر زوين. كلشي خشينا هنا، كان ممكن نديرو انتيغري ولكن هنا كان اختيار. دونك هنا البلافون كيف ما كتشوفوه سامبل، درنا لي بانيل لي ديالنا مصبوغ بالبيض ودرنا ليزار. علاش؟ لان كان عندنا واحد المشكل ديال الفوندو باش ما شرب باش ما هبطناش درنا هاد ليزار ديالنا. هنا بغيت نقتسم معكم هاد الفكره هادي الناس اللي عندهم الفران هكا كيكون ضاير ولا ما زوينش في المنظر ولا كونجيلاتور صغير ما باينش حتى هو مزيان، فنقدروا نديروا هاد ليليمون ديالنا يكون على قد القياس ديال الكونجيلاتور ولا الفران هكا نخشيو فيه ويكون هكا مغطي بالباب ديالنا وما يكونش باين. دونك نخليكم تشوفوا كيف ما كتشوفوا البرايز الطفايات لا كريدونس كيف ما شفتوها غاديه كلها هكا بالكوارتز. اللون ديال الباكارت الفوق بحال ديال تحت صباغه بيضاء عاديه. الرخام كيف ما شفتيه مخدوم بالكريمه مارفيل غادي في الدار كامله. دونك نخليكم تشوفوا تكملوا الجولات ديالكم. نتمنى انها تكون فاتكم وعطاتكم افكار الكوزينه ديالكم. شكرا على التتبع ديالكم، الى اللقاء في الحلقه الجايه وفي جوله جديده في موضوع جديد ان شاء الله، وهكا كملوا الحلقه.